هنبقى زي سوريا والعراق. دي برضو من أحقر الجمل اللي ممكن تذكر في نقاش سياسي بتطالب فيه بأبسط حقوقك، لأنه مش بيقولك أنت غلطان أو إنك مش مظلوم أو إنه هو مش حرامي أو مش قاتل أو إنه ولو حتى بالكذب هيرجع لك حق. هو بيقولك لو طلبت حقك أنا هقتلك، أنا عاوز مرتبي عشان أدفع الإيجار وما نمشي في الشارع. إيه أنت عاوز تبقى زي سوريا والعراق؟ أنا عاوز الأكل اللي دفعتلك فلوسه وزرعته في أرضي. ايه انت عاوز تبقى زي سوريا والعراق؟ انا عاوز اعالج ابني من المرض في المستشفيات اللي انت بنيها من دمي. ايه انت عاوز تبقى زي سوريا والعراق؟ منتهى الوقاحة. لكن الاعجب ان سوريا والعراق وليبيا واليمن وسائر الاشقاء اخواتنا اللي كانوا بيخوفونا بيهم وبمصيرهم واللي في منهم بقى حالهم احسن مننا، كل الدول دي كان بيحكمها العسكر زينا، ما كانش يعني بيحكمها مهندس ولا دكتور ولا مدرس ولا عامل ولا فلاح زينا، بيحكمها عسكر فشل في كل حروبه وانضر علينا احنا في سيناء والوراق والجمرك وكرداسة، يحقق علينا احنا انتصارات بسلاحه اللي من فلوسنا. يعني اللي بنقوله ده وهنعمله ان شاء الله عشان ما نبقاش زي سوريا والعراق.